السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر، وخبر جديد حصري أول مرة تسمعوه. ياريت تتابعوني للنهاية ومتنسوش اللايك على الخبر عشان يوصل لكم كل الأخبار الجديدة. حريق يلتهم منطقة احتفالات مهرجان الجونة السينمائي. خبر المعانا بيقول اندلع حريق ضخم بالقاعة الرئيسية المخصصة لإقامة مهرجان الجونة السينمائي قبل ساعات من انطلاق المهرجان غدا. الى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر، وخبر جديد ان شاء الله استنوني وحصري اول مرة تسمعوه. فياريت التشجيع منكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يصلكم كل خبر جديد، والى اللقاء.